السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الخامسة من معا نحو منظمات مدنية فاعلة، الجزء الخامس هنتكلم فيه عن لماذا التطوع وقيمة التطوع وأهدافه. تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف التطوع كهيكل مجتمعي، تكلمنا عن مؤسسات المجتمع المدني ودول مؤسسات المجتمع المدني، وتكلمنا أيضا عن دور الشباب. دي الحلقة أو الجزء الخامس في هذه المنظومة نتكلم عنها، اللي هو لماذا التطوع. انا بشكر دايما الشباب اللي بيساعدوني، اللي هم سحر وماهر واحمد الشيخ، وكذلك اذا كان لكم رغبه في الالتحام احد الفعاليات بتاعت السوشيال ميديا عندي، اهلا وسهلا بكم. نبدا الكلام اليوم، لماذا التطوع؟ لماذا التطوع؟ لأن التطوع هو إحدى الوسائل التي تحقق التالي. يبقى هو التطوع بالنسبة لنا إحنا قلنا تعريف التطوع ودور الحكومة أو الدولة في دعم التطوع والمحاذير اللي بتحصل لو لم نعمل التطوع. يعني هو أحد الوسائل الرئيسية اللي بتعمل التالي. أول حاجة استنفاذ طاقات الشباب. استنفاذ طاقات الشباب اللي هنتكلم عنها، استنفاذ طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع وانصرافها عن قضاء اوقاتهم وحظر امكاناتهم فيما يدور ما فيه الضرر للمجتمعات. استنفاذنا، لان الشباب هو طاقه، وطاقه فعاله وطاقه خادمه للمجتمعات، فان لم نستفيد بها في الاتجاه الصحيح ستتحول الى طاقه مدمره. نمرة اثنين، اكتساب الشباب لخبرات ومهارات مجتمعية مختلفة. فلما بننزل الشباب نقول لهم نظفوا الشوارع أو زوروا المرضى في المستشفيات أو ساعدوا في البناء أو في توزيع المواد الإغاثية والغذائية على الناس أو في شق الترع أو في بناء منازل إلى آخره، دي أيضاً بتديله مهارات ويكتسبوها خبرات مختلفة. نمرة ثلاثة، اللي بتتكلم الشباب نفسه هيكسب الثقة بنفسه لما يلاقي نفسه إنه نزل وأصبح معرض للقيل والقال من أبناء المجتمع ومن زملائه، هتزداد ثقة نفسه بنفسه وهتزداد ثقة نفسها بنفسها. وهتزداد ثقة قدرتهم على وجود حلول المجتمعية داخل المجتمع لأسرع ما أنهم يحلوا المشاكل المجتمعية. نمرة أربعة، الشباب هيخش في فريق عمل، وده الفارق الكبير بيننا في النظم التعليمية هنا والنظم التعليمية في الشرق، إن هنا بيعلموا الأطفال من المرحلة الابتدائية أنهم يعملوا كفريق عمل. بيقسموا الأطفال في الفصول الابتدائية من الفصول البداية أنهم يقعدوا مع بعض كمجموعة عمل. هناك بقى التطوع هيلزم الشباب انهم يعملوا كفريق عمل. والعمل كفريق عمل بيؤدي الى كسب الشباب المتطوع قدرات وخبرات تستطيع ان تجعله قادر او تستطيع قادره على بناء رؤيه مشتركه، بناء حلول مشتركه في بناء المجتمعات وحل المشاكل داخل المجتمع. نمره خمسه، اللي هو التطوع نفسه، التطوع كدور بيزود انتمائي لوطني، بحس ان انا حاطط بايدي وبرجليا دي داخل البناء المجتمعي لكينونه الدوله وكينونه الوطن. فانا بنتمي اكتر للوطن وللمجتمع اللي انا بعيش فيه، واستطيع ان اضحي بالغالي والنفيس من اجل بناء وطني ومجتمعي. التطوع ايضا بيخلينا نوفر ايادي عامله كثيره. يعني قد يكون في بعض المشاريع المجتمعيه احنا محتاجين لبعض العمال الحرفيين في البناء، في اعمال الحداده، النجاره، لكن قد نكون محتاجين ايضا لعمال غير حرفيين نجعلهم من الشباب ونكبرهم متطوعين، فده بيقلل تكلفة المشاريع اللي احنا بننفذ فيها المشاريع.
التطوع ايضا بيخلينا نبني قدرات وقيادات المستقبل القادرة على إيجاد كل مجتمع ناجح. فالتطوع بيخليني أنا من كتر خبرتي ومكتسباتي والخصائص والخاصيات اللي اكتسبها من العمل المجتمعي أستطيع أن أقود مجتمع صغير أو مجموعة صغيرة، بالتالي بتؤدي إلى تدرجي في الحصول أو في معرفة كيف أقود مجتمعات وأريد حلول ناجحة لمستهدف المجتمعات. الشباب أيضا بتعرف الشباب على مشاكل حقيقية مصبوفين، يعني كلما اختلط الشباب المنطوع بالمجتمع ومشاكله بيتعرف على مشاكله وبيضع لمثل هذه المشاكل حلول مجتمعية صائبة تستطيع أن تجد الحل الناجح للمجتمعات. يعني برضك الشباب بيجد الحلول، الشباب بيكون قائد المستقبل، الشباب بيكون إيد عاملة، الشباب بيتعامل كإيه؟ كفريق عمل إلى آخره إلى آخره. طبعا بنستثمر وقت الشباب في استثمار جيد في بناء المجتمعات، وده قلناها قبل كده، هو توفير ايادي عامله غير مكلفه، وتنفيذ المشاريع قلناها ايضا، نشر ثقافه التوليه مهمه جدا، نشر ثقافه التعاون والتواصل والتشبيك بتاع الشركات دي مهمه، لان مش المجتمع ده لوحده. يعني مثلا احنا نزلنا في اي وطن او اي دوله بنجد ان كل مجتمع في كل بقعه جغرافيه داخل مثل هذه الدوله ومثل هذا الوطن ليه ثقافه وليه تاريخ وليه حتى يكون بعض العادات والتقاليد واللغات المختلفه اللي موجوده في مثل هذه البلدان، اللي بيتكلموا لغات مختلفه واللي بيتخافوا، لان في بعض الاماكن ليها مزيج مختلف. لو احنا ضربنا مثلا بتركيا، قلنا ان في تركيا في مجموعه من الشعوب والاجناس والاعراف والعادات والتقاليد المختلفه اللي تكونت من كل من اتوا الى هذا المكان ايام ما كان في دوله عظمى. رحنا للعراق كذلك، هنلاقي ان في العراق في ثقافات مختلفه ما بين الجنوب ما بين الشمال ما بين الشرق ما بين الغرب ما بين كل هذه الشعوب. نزلنا للسودان هنلاقي فيها لغات مختلفه وثقافات مختلفه وعرقيات مختلفه وقيم مختلفة وعادات مختلفة وتواريخ مختلفة، لأن السودان مجمع لقبائل كثيرة جدا جدا، كذلك سواء كان في شمال السودان أو في جنوب السودان، وهكذا في الصومال وهكذا في مصر وإلى آخره. أبناء سيناء يختلفوا عن أبناء الصحراء الغربية، وأبناء النوبة في الجنوب يختلفوا عن أبناء القاهرة وأبناء الصعيد إلى آخره إلى آخره. فالتوعية والتواصل والتشبيك وأبناء الشركات مهم جدا. التطوع ايضا دوره انه بيكتشف قدرات وملكات وامكانيات الشباب زي ما احنا قلنا قبل كده. يعني بدون التطوع مش هتعرف انت قدراتك ايه، وانا مش هقدر اكتشف قدراتك وامكانياتك وملكاتك. والتطوع بيعالج الكثير من الامراض النفسيه وخاصه الاحباط. يعني انا اضرب المثل ده بنفسي لما سجنت في يوم من الايام في دوله من الدول لمده 24 ساعه وقبل 24 ساعه، وبعد خرجت بفضل الله سبحانه وتعالى دخلت في حته في بوتقه من الاحباط. لان انا كنت هاخد بقى الدوله دي للمحكمه الى اخره، وجات لي بقى الاعراض بتاعت الاحباط اللي هو الزغلله في العينين والصداع في المخ في الراس والتيبس في الرقبه والتيبس في عضلات الظهر الى اخره الى اخره الى اخره. وبعدين استخرت ربي، هل انا اخرج؟ وكان في رحله عندنا عشان نسافر لليبيا والنيجر ومالي وتشاد ولا ابلس، فالاستخاره دفعتني ان انا اخرج. خرجت لمدة 10 ايام او 12 يوم او 14 يوم ورجعت كأن شيء لم يكن، وبراءة العينين في وبراءة مش عارف ايه في عيني، براءة الاطفال في عيني. فلو انت سبت نفسك للهاجس بتاع الاحباط هتحبط، للهاجس بتاع الاذان هتعزل هتنعزل، للهاجس بتاع التقوقع هتتقوقع، للهاجس بتاع التشاؤم هتتشاؤم، وهكذا. فلذلك التوعية بيخرجك بيعرضك لكل هذه التحديات اللي بتخليك تخرج من الامراض خاصة الاحباط. تشجيع الشباب على اخذ بذوق، يعني انت ما يقول لك اعمل دي مش قادر وبتاع، لا اعملها ومتكلم، هديك كلمه تتكلمها، تعمل محاضره تقولها، تحضر لي مقدمه تتكلم عنها وهكذا. ده بيساعد على تشجيع الشباب على اخذ المبادرات زمان المبادرات. التدريب على الجاهزيه، التدريب على الجاهزيه دايما التطوع بيخليك جاهز دايما، يعني بسمعها بالانجليزي preparedness. أبي جريدي أول تايم في كل الأحيان. تليفون بيجي لك عايزين النهارده
100 شاب او شابه زي وزعوا كذا، عايزين 100 شاب او شده او شابه يبنوا البيوت اللي في منطقه معينه او اب، عشان 100 شاب او شابه يروحوا يزوروا المخيمات يبنوا خيام الى اخره. احنا قلنا الايمان طبعا يخليك تؤمن بقيم وثقافات وتاريخ المجتمع اللي انت فيه. انت ممكن تكون انت في بلدك نفسها لو ما زرتش المجتمعات المختلفه اللي في شمال البلاد او جنوب البلاد او شرق او غرب، او لو ما زرتش المجتمعات الاخرى اللي في بلاد اخرى مجاوره او مخلوقات اخرى ممتحنه، مش هتتعرف على ثقافتهم وقيمهم وعاداتهم، مش هتؤمن بيها، لان انت دول جزء من منظومه التطوع اللي انت بترسمها لنفسك عشان ترسمها داخل افئده هؤلاء الناس. التعرف على جمال وسحر البلاد والطبائع والبيئه المحيطه بك، ناس عايشين في اماكن جميله جدا ياتيها السياح من كل مكان في العالم وهم ما يعرفوهاش، ويجي يسالك شفت المكان ده اللي في جنب مش عارف البحر الاحمر ولا جنب البحر الابيض المتوسط ولا اللي في اعالي النيل ولا في الدبازين ولا اللي مش عارف في تشاد ولا مش عارف، انت مش عارف لما بتروحش متطوع وتروح مع الناس تتعرف على جمال البلاد والحياه الموجوده، تتعرف على كل انواع الحيوانات اللي موجوده عندك سواء كانت طيور سواء كانت الحشرات سواء كانت الحيوانات سواء كانت الاشجار سواء كانت النباتات سواء كانت الانهار سواء كانت المياه سواء كانت المياه الى اخره. التطوع ايضا بيخليك تكتسب الايمان بقيمك وتاريخك وثقافه مجتمعك، يعني انت كل ما اختلطت باهلك وعشيرتك وزويك في المجتمع بتؤمن بيها، بتؤمن بكل هذه الاشياء داخل مجتمعك والتاريخ بتاعك انت مش عارفه. في كتير جدا مننا مش عارفين التاريخ والقيم واللي هو الثقافه بتاعت المجتمع بتاعتك. قلنا الحيوانات المجتمعيه اتكلمنا عنها قبل كده، التعرف على جمال وسحر المجتمع وهكذا يعني نتكلم فيها. التطوع ايضا بيخليك تنسب انسجه جديده ومجتمعيه من انسجه التعايش والتراب بالناس، يعني بتخليك انت داخل المجتمع ده بتحلم بقى وانت بتحاول تقابل المجتمعات المختلفه دي، فبتعمل ايه؟ تفكر طب احنا ازاي نربط المجتمع ده مع المجتمع ده والثقافه دي مع الثقافه دي والفكره دي مع الفكره دي والتاريخ ده، ونخلي الناس بدل ما يتناحروا يتكاملوا في رؤيه بناء المجتمع بتاعهم. بتخلي الانسان فينا قادر على الايه؟ الكسب والاعتماد على النفس. ها؟ والجديه كسب والاعتماد على النفس، خلاص بقى انا خرجت وبستطيع ان انا ارى المعاناه دي اللي بتخليها تكسبني القدره على ان انا استطيع ان اكسب كسب مشروع اعيش بيه واحقق بيه ذاتي. بتعودنا التطوع ايضا على الجديه في الاقوال والاعمال، اللي خلاص احنا ملتزمين النهارده هننزل بكره مش هننزل وهكذا. بتعودنا التطوع ايضا للتنافسيه والقدره على التقدم والتقدم، كلما تطوعنا كلما استطعنا ان نخلق مجتمعاتنا لكي تتنافس مع المجتمعات الاخرى ويكون نكون نحن في مقدمه مثل هذه المجتمعات. طبعا بتكسبنا ايضا خاصيه اخرى وقدرتنا على الاعتماد على او الدفاع عن الاوطان في المحافل والمقتنيات الدوليه، يعني بندافع عن الاوطان بتاعتنا، بندافع عن مجتمعاتنا، بندافع عن ثقافتنا الى اخره يعني في المجتمعات الدوليه. قدره على الدفاع عن الاوطان في المحافل والمقتنيات الاقليميه والدوليه. دي بعض الاشياء اللي احنا بنقول فيها اللي احنا لم نتطور في 21 نقطه انا ذكرتها سريعا، لانكم اغلبكم يعرفوا مثل هذه النقاط واغلبكم يقولون مثل هذه النقاط واغلبكم قادرين على تحقيق مثل هذه النقاط. ده بالنسبه لماذا التطوع اللي احنا بنتكلم عنه في مثل هذه العجاله معكم في الحلقه الخامسه من نحو مجتمع مدني قوي. وبعد كده اي اهداف تطوع المرجو تحقيقها؟ انا هقولها من عندي هنا عشان التطبيقات مش موجوده. في مجموعه من الاهداف اول هذه اول هدف من الاهداف دي هو ايجاد المواطنين الجادين القادرين على بناء نهضات المجتمعات. من اهداف التطوع هو ايجاد المواطنين الجادين القادرين على بناء نهضات مجتمعاتهم وتشييد حضارتهم، يعني انا التطوع ده بيبني لي شخصيه مجتمعيه جاده في العمل. جاده في العمل وقادره على بناء المجتمعات وبناء الحضارات وبناء الايه؟ تشييد وبناء النهضات. ايضا زي ما انا قلت قبل كده هو صناعه قاده الحاضر والمستقبل. يعني احنا بالتالي بنصنع القاده دول اللي اتكلمت عنها انا قبل كده هو. تالت حاجه محاربه الامراض المجتمعيه المتعدده وخاصه الياس والاحباط.
التفكير الشقاقات وابداعات الشباب والمواطنين تكلمنا عنها بكده برضك من الاهداف نتكلم عنها معرفه الثقافات الفكريه التي تمتع بها الشباب كي تصبح جزءا ظاهرا داخل منظومه الثقافات المجتمعيه الراسخه خلق فرص عمل كثيره للشباب تاهيل الشباب والمواطنين للخوض في معترك مجالات العمل المختلفه والاستعداد لخوض تجارب النجاح والفشل فيها تحويل ايضا من اهداف التطوع تحويل افكار ومبادرات التطوع الى مشاريع قوميه ينتفع بها الوطن والمواطنين وكما ذكرت يعني وكل ما ذكرته يعني كل هذه الاشياء تعتبر ايه تعتبر بالنسبه لنا كل هذه الاشياء تعتبر بالنسبه لنا اهداف مهمه في بناء منظومه التطوع واحنا اتكلمنا هنا عن حاجتين عن لماذا التطوع واهداف التطوع وقيمه التطوع الى اخره في 8 او 9 نقط انا كتبتهم علشان الشباب يستفيدوا منهم في كيف نحقق ونبني منظومه التطوع اول شيء نبدا في منظومه التطوع هي من الاسره اللبنه الاولى بناء الفرد وتوعيه الاباء بث روح التطوع في افئده ابنائهم ثاني حاجه يصبح التطوع جزء من المنهج الدراسي وكلمنا عنه قبل كده والجامعي ولا في الطبقات الميدانيه باشكال مختلفه ثالث حاجه ايمان الدوله بالتطوع وتوجيه الوزارات المختلفه لتفعيل تطبيق مسيرات المجتمعيه وافراز ميزانيات معتبره له رابع حاجه ابراز الاعلام بالدور الايجابي للتطوع وتشجيع الشباب على التطوع للاعلام خامس حاجه تشجيع رجال الاعمال على اعطاء اولويات العمل للشباب لمن لهم خبره جيده في التطوع المجتمعي ثالث حاجة تشجيع رجال الأعمال في دعم المبادرات التطوعية والجمعيات القائمة عليها. سابع حاجة تشجيع مراكز الأبحاث على إبراز قيمة التطوع في بناء المجتمعات والدفاع عن الأوطان ومحاربة أمراض مجتمعية مختلفة. ثامن حاجة تشجيع الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والمؤسسات الحكومية بتبني منظومة التطوع بين العاملين فيها وفي المؤسسات المختلفة. تاسع حاجة جعل التطوع برنامج سنوي يقوم به العاملون داخل الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات وجعلها إحدى عوامل التقييم الوظيفي. يبقى احنا اتكلمنا هنا في هذه العجالة عن قيمة التطوع وأهدافه ولماذا التطوع وقبل كده اتكلمنا في الحلقة الماضية عن تعريف التطوع وهيكلية التطوع ودور التطوع المتطوعين ودور الدولة بالنسبة لمثل هذه الأشياء. نرجع ونختم كلامنا اليوم نرجع مرة أخرى. يعني هي وسيله تحقق التالي تحقق يمكن كم نقطه استفاده من طاقات الشباب الخبرات الثقه بالنفس المهارات اللي بنتكلم عنها الولاء والانتماء للوطن توفير ايد عامة غير مكلفه بناء خيارات المستقبل تعرف الشباب على مشاكل حقيقيه المجتمع نشر ثقافه التعاون والتواصل والتشبيك وبناء الشراكات اكتشاف قدرات بركات وامكانيات الشباب، علاج امراض نفسيه وخاصه الاحباط، تشجيع الشباب على اخذ المنظمات والمبادرات، تدريب الشباب على الجاهزيه في كل الاحيان، الايمان بقيم وثقافه وتطوير المجتمعات، التعرف على كافه انواع الحيوانات المجتمعيه، التعرف على جمال وسحر وطبائع البيئات المختلفه، نسج انسجه جديده ومجتمعيه من انسجه التعايش والترابط المجتمعيه، القدره على الاعتماد على النفس والكسب المشروع، الجديه في الاقوال والاعمال، التنافسيه والقدره على تقدم بالمجتمعات واخرهم وليس باخرهم اللي هو القدره على الدفاع عن الوطن في المحافل والمنتديات الاقليميه والدوليه. طبعا ده بالنسبه للخمس اجزاء اللي اتكلمنا فيهم في معا فيرست لاين معا نحو منظمات مدنيه فاعله وان شاء الله بنحاول الحلقه السادسه تكون عن الايتام وفي حلقه اخرى هتكون عن الوصف الوظيفي داخل المؤسسات وفي حلقات اخرى ان شاء الله واشكركم جميعا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله.